Use the method of virtual work and determine the vertical displacement at joint D. HA 36 steel member has a cross sectional area of 400 mm square بيديني الـ E 200 جيجا باسكال. في سؤال سابق 9-15 كنا حسبنا الفورسز في كل الممبرز دي، فبدل ما نحسبها تاني ارجع لسؤال 9-15. فكل الفورسز نتيجة الاكتوال لودز كنا حاسبينها، اذا كانت دي 5 وهناك كانت ربما مختلفة كانت 10 نفس بالظبط ده. ولو حبينا نمر عليها بسرعة طبعا مش بتفصيل، ده 10 يبقى ده 10 تنشن، ده 0 ما مش حد، هنا 10 تنشن يبقى ده لجوه، حلله في 4 على 5 يبقى كومبريشن ب 12.5. أحلل أفقي احنا قلنا كومبريشن يبقى 7.5 يسار مع 5 يبقى ده 12.5 تنشن. هنا ما فيش حاجة وهنا قلنا في كومبريشن 12.5، حله في 4 على 5 يبقى ده 10 تنشن زي ما احنا شايفين في الرسم. احط 1 كيلو نيوتن عند الدي لتحت واحسب اللودز نتيجة الفيرشوال يونت لود، هنا 1 يبقى ده 1 تنشن، ما معوش حد يبقى 0، ده 1 تنشن يبقى ده كومبريشن احلله في 4 على 5 يطلع 1.25 كومبريشن، احلله افق يطلع 0.75 يسار يبقى ده 0.75 يمين تنشن. هنا الكومبريشن قلنا اما احلله كده يطلع 1 لتحت يبقى ده 1 لفوق تنشن. اخد القيم دي واملاها اللي هي الفيرتشوال لودز، املاها في الان، سبتها بالكيلو نيوتن ودي خليتها بالنيوتن، يعني هي في الاصل يعني لو احسن دي نكتب نيوتن هيبقى كده صح، يعني الكيلو نيوتن دي كأني اعوضها ب 10 اس 3 هي 10 كيلو نيوتن. هضرب ال n small في ال n capital في ال l، اداني القيم دي اللي هي هتبقى كيلو نيوتن نيوتن، ده كيلو نيوتن وده نيوتن وده متر. ليه؟ لان هنا في 1 كيلو نيوتن، فال 1 كيلو نيوتن يروح مع ال 1 كيلو نيوتن، يتبقى القيم اللي قصادنا دي 9.93 في 10 أس 3 نيوتن دوت متر على 400 في 10 أس سالب 6 اللي هي 0.4 في 10 أس سالب 3 و200 حولتها لباسكال ضربتها في 10 أس 9 لأنها ميجا حولتها لباسكال، طلع الديفليكشن في نفس الاتجاه اللي احنا فرضينه لتحت وقيمته 1.164 في 10 أس سالب 3 متر، نضرب في 1000 يبقى 1.16 مليمتر ولتحت زي ما احنا فرضين بالظبط. ممكن طبعا تسيبها كده او ممكن افضل تخليها بالمليمتر، يبقى رقم مر دبل 1.16 مليمتر وداون وورد، يعني احنا ما خدناش هنا حاجه ليه؟ احنا كنا فرضين لتحت طلع بوزيتيف يبقى فرضينها صح يبقى هو لتحت.